ما معنى اسم إسماعيل؟ اسم إسماعيل من الأسماء العالم القديمة للغاية والمعروفة في التراث العربي، والتي أعيد استخدامها حديثا بعدما أصبح الاسم منسيا للعديد من السنوات السابقة. ومع إعادة استخدام الاسم من جديد، سوف يحتاج الآباء والأمهات الذين يرغبون في تسمية أطفالهم به في التعرف عن المعلومات التي تخصهم. يظن الكثيرون أن اسم إسماعيل هو أحد الأسماء العلم التي لا تحمل معنى، وأن التسمية به تأتي من كونه اسم النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم من السيدة هاجر المصرية عليهم السلام جميعا. وعلى الرغم من صحة هذه المعلومة، إن هذا لا يمنع أن للاسم معنى، وهو يسمع الله كما سبق وذكرنا، وقد أتى هذا المعنى من أصل الاسم وهو العبري. وفي اللغة العبرية يتم نطق الاسم إشمايل، ولكنه يكتب فيها اشم اشمع ال، واشمع بمعنى يسمع، وال هو الله، مما يجعل معنى اسماعيل كاملا يسمع الله. على الرغم من ان اسماعيل عبري الاصل، الا انه قد تم ذكره في القرآن الكريم لكونه احد الانبياء، والذي امر الله عز وجل ابيه ابراهيم بذبحه ثم فداه المولى عز وجل بكبش عظيم. ومعروف أن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو جد العرب جميعا، وإليه يرجع نسل العرب، وقد ذكره المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أكثر من مرة، منه قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يتبع البعض عدد من الطرق لكتابة اسم إسماعيل في اللغة الإنجليزية، على الرغم من أن الاسم يكتب في هذه اللغة بصورة صحيحة بطريقة واحدة، وهي ESMAEL. يمكنك تدليع اسم إسماعيل بسمسم، سمسمة، إيسو، سيمو، سمعة، مينو، أوس، أوسو. هو شخصية تتمتع بعقل متفتح وخيال واسع، كما أنه يتحلى بالذكاء، منظم في حياته بشدة، ويحب التفكير في كل خطوة في حياته قبل الإقبال عليها، وهذا يساعده على تنظيم حياته بنجاح. إنسان عاطفي ويستخدم قلبه قبل عقله، وهو ما يتسبب له في العديد من الأزمات النفسية. يحب السفر والتنقل ويكره الحياة الروتينية بشدة. يستمع إلى الآخرين ويحب الأخذ بالرأي والنصيحة، خاصة ممن هم مقربون له. قد يعيبه أنه شكاك بصورة كبيرة جدا، ومن الصعب أن يثق في الآخرين. قد يظن البعض أن إسماعيل من الأسماء التي لا يجوز التسمية بها في الدين الإسلامي، نظرا لأنه من الأسماء العبرية وتتم التسمية به في الأديان السماوية الأخرى، إلا أن هذا غير صحيح، لأن تسمية الأولاد المسلمين هنا سوف تكون أسوة بالنبي إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، مما يجعل اسم إسماعيل من الأسماء المحببة والمستحب التسمية بها في الشرع الإسلامي.